اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة ورق العنب مدفوس في اللحمة، وصفة كده جميلة جدا. وكمان النهاردة هنعملها بخلطة محشي الني في ني، خلطة جميلة جدا كمان خفيفة وطعمها جميل. اتمنى تشوفوا الوصفة لحد الاخر. وزي ما انتم شايفين كده اللحمة مستوية والمحشي مستوي وكمان معمول في الفرن، يعني واخد من اللحمة ورق العنب شارب من اللحمة، حاجة كده رهيبة. اتمنى تشوفوا الفيديو يعجبكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم شير كتير عشان يوصل لعدد كبير من الناس ويشوفوا الوصفة الجميلة دي. والوصفة دي كمان من وصفات العيد الأضحى، أتمنى إن هي تعجبكم. ويلا بينا نشوف هنعمل إيه مع بعض. أول حاجة غسلنا الرز وصفيناه كويس، وكمان قطعت عليه بصلتين كبار. وصفة المحشي الني في ني بتبقى خفيفة جدا وجميلة، وطعمها كمان مختلف عن المحشي المتسبك. طبعا قطعت الخضرة وصفيتها كويس، شبت وبقدونس وكزبرة. لازم كل حاجة تكون متصفية من المية كويس جدا. كمان عندي طماطم معصراها ومصفياها. هنبتدي ننزل بالطماطم واحدة واحدة لحد ما احس ان الخلطة كده فيها صلصة كده وكويسة جدا. نزلت كده بشوية صلصة وهبتدي اقلبها واشوفها محتاجة كمية طماطم معصورة تاني ولا لا. بالشكل ده كده حاسة ان هي محتاجة كمان شوية طماطم، وهبتدي اقلب. لحد ما احس ان هي لونها احمر كده وجميل والصلصة فيها كويسة. بعد كده هنبتدي نحط التوابل مع بعض، والتوابل ما فيهاش اي فبركة، التوابل اللي احنا متعودين عليها للمحشي ملح وفلفل اسود وبهارات، وكمان رشة كمون صغير. وهبتدي اقلب المحشي بتاعي او خلطة المحشي بالشكل ده، وكده الخلطة عندي جاهزة. ورق العنب طبعا كلنا عارفين نسلقه. وكده هنبتدي بقى نجهز الطاجن بتاعي. اي عندك اي حاجة بايركس، اي طاجن فخار، اي حاجة عندك تقدري تستخدميها. هتيجي احط ملح وفلفل اسود في القعر تحت بالشكل دوت، وهبتدي ارص اللحمة بتاعتي. نوع اللحمة هنا لحمة ستيك او لحمة اللي هي بتستوي بسرعة كده تكون حتة ناعمة، ويقطعها لك شرايح رفيعة. هبتدي ارص اللحمة بتاعتي واخليها كلها جنب بعض، مش عايزة الطاجن بتاعي يبان، لان اللحمة بطبيعتها بتكش وهتبتدي الحاجة تبان. فاحنا عايزين ان احنا نغطي الطاجن كله باللحمة، ما يكونش فيه اي فراغات. هبتدي ارتب اللحمة معايا بالشكل ده، داير ما يدور الطاجن بتاعي. وزي ما قلت لكم اللحمه بتكش، فاحنا مش عايزين نسيب اي فراغات موجوده. هبتدي ارص اللحمه بالشكل ده كده، واللحمه بقى لما بتخش الفرن كمان بتنزل كده العصاره بتاعتها، وتلاقي ورق العنب شارب من اللحمه، فبيبقى طعمه خطير. وبالذات لو هو مستوي في الفرن وعلى نار هاديه هتلاقيه كله تحفه كده في بعضيه. اللحمه هتلاقيها مستويه، وكمان الرز وكله يعني هتلاقيه مستوي جميل. بحط طبعا رشه، بتبل اللحمه بتاعتي بملح وفلفل اسود بس. وزي ما انتوا شايفين كده غطيت كل الطاجن باللحمة. هبتدي بقى ارص اعمل الف ورق العنب وارصه في الطاجن بتاعي.
طبعا الرص وانك تلفيه وكل حاجة طبعا كلنا عارفين، وانا هوريكم بطريقة سهلة جدا ان احنا بنقفل القطعتين القدامانيين دول، بنحطهم كده على قدام، وبعد كده بنقفل الجنبين ونبتدي نلف الورقة بالشكل ده. بالشكل ده كده هبتدي اعمل الطاجن بتاعي، ارص فيه ورق العنب كله بالشكل دوت. هوريكم واحدة كمان، بنقفل الحتتين اللي قدام على قدام بالشكل ده، والجنبين بنقفلهم على بعض ونبتدي نلف بالشكل ده. طبعا الرز اللي بنحطه فيه بنحط شوية رز صغيرين عشان نلفها بطريقة كويسة. كل ما الرز يبقى كمية اكبر، كل ما تحسي ان لفة الورق العنب تكون مكعبرة كده، لكن لما تحطي شوية رز صغيرين وتفرديهم هتلاقيها رفيعة معاكي ومناسبة. هبتدي الف الورق العنب في الطاجن كله بالشكل ده لحد ما اخلصه. هنا لفيت الورق العنب كله بالشكل ده وهبتدي اقفل عليه باللحمه. طبعا حطيت، تحطي شوربه لو موجوده عندك، بتحطي طماطم معصوره تكوني متبلاها بملح وبرضك وفلفل اسود وبهارات، وبتسيبي بالظبط سنتي واحد بس هو الفرق ما فوق، ما تحطيش فيه يعني يكون في سنتي فاضي. غطيت، بتغطي بعد كده اللحمه بالشكل ده، وبرضك الحته اللي باينه دي احط عليها حته لحمه، انا مش عايزه الورق العنب يبان خالص. بس الفرن لازم يكون سخن وتكوني عاملاه على نار متوسطه. هبتدي بقى اغطيه بورق فويل، هحط الاول رشه ملح برضك ورشه فلفل اسود فوق الوش بالشكل ده، وهنبتدي نغطيه بالفويل. هحط كمان رشة الملح ونغطيه بالفويل. وتقفلي عليه بقى كويس جدا. من كل الجوانب بتقفلي عليه كويس. وبندخله في الفرن، بيقعد حوالي ساعة لربع في الفرن على نار متوسطة. بيطلع بقى زي ما انتوا شايفين كده، حاجة كده بتقلبي بقى الطاجن بيطلع بالشكل دوت، كل اللحمة مستوية، ورق العنب، الرز فيه مستوي وجميل ومفلفل كمان، طعمه وريحته رهيبة جدا. اتمنى تجربوه يعجبكم. ما تنسوش لو الوصفة عجبتكم شير كتير عشان يوصل لناس كتيرة، ولايك للفيديو. واشوفكم دايما على خير في وصفة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.